بالنسبه للاستاذه نعمه اللي بتشوف رؤى كتيره وهي بتتاثر بيها وانا هي تقيله عليا، القاعده الشرعيه ان الرؤى، وده فهمناها من الوحي الشريف، ان الرؤى من المبشرات، فاذا راى المسلم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب، واذا راى ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره باذن الله الكريم. ايه النفس ده؟ النفس ده مش بسق، النفس ده بنفخ ثلاث مرات على الجهة اليسرى كما هو وارد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قمت شفت حاجة فزعتني، خوفتني، أثقلت على نفسي، هقوم ألتفت بوجهي إلى جهة اليسار وأنفث، أن أنا بعمل هذا النفس نفخ يعني ثلاث مرات على جهة اليسار مع الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. وننصح بخواتيم البقرة بقلب حاضر وخواتيم سورة الكهف يا صاحبة السورة.